مختلف في اليوتيوب وغيرها. أيضا مثل ما قلت هناك اللوحات أو الإعلانات القليلة التي طبعا صارت خيالية. نحاول بقدر الإمكان أن اللوحات، طبعا هناك لوحات إرشادية تقوم بها الجهات الحكومية بأن لا تستخدم لا تعمل لا تفعل، لأن كلمة لا بمعنى لا واعي أي افعل استخدم اعمل، وهذا من أكبر الأخطاء اللي فعلا كان لا تقل بسرعا لا تسرع، هذا فعلا يؤدي إلى السرعة ويؤدي إلى أمور كثيرة، وهي كلمة لا فقط استخدامها ولكن لم تستخدم بالطريقة الصحيحة. فلهذا لا بد من استخدام الكلمات الإيجابية التي توحي بأننا بإمكاننا نستخدم النت، ولكن نستخدمه في أوقات معينة بحيث أننا نعمل كنترول لطبع لأولادنا وللجميع، وهو أن يعلم سعر استخدام النت، لأنه أصبح من المهمات الرئيسية التي لازم نستغلها في استخدامه بأشياء